في ذكرى رحيل مؤسس دولة الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي يصادف اليوم، نستذكر إنجازات باني نهضة الوطن ومآثره الكبيرة والتي سطرتها كتب التاريخ حول العالم. التفاصيل في تقرير يوسف كانو. أنت عمل والاقتصاد بيستوي، أنت عمل، أنت تبغى الاقتصاد بس اللي تسويه اليوم مباشرة تحصل اقتصاد؟ ما يمكن. صحيح، ما يمكن. أعمل. يقف أبناء الوطن اليوم تكريما وإجلالا ليستذكروا مآثر مؤسس دولة الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. يوم 2 نوفمبر يصادف ذكرى رحيل حكيم العرب زايد الخير، القائد الذي كتب في سطور الإنسانية أنبل حروف العطاء ورويت في منابر التاريخ سيرته العطرة التي غطت دول العالم، كيف لا ورؤيته الثاقبة تخطت حدود المستحيل، إيمانا منه بأهمية إرساء قواعد التأسيس الأولى والتي نرى أثرها اليوم بنهضة غير مسبوقة لدولة بنيت بسواعد الأوفياء. كان الشيخ زايد طيب الله ثراه حريصا على تلمس الاحتياجات الضرورية لشعبه من مسكن وتعليم وصحة وتوفير البنية التحتية الكبيرة لينعموا بحياة كريمة وليستطلوا بنعمة الأمن والأمان. نحن ما عملنا في شيء قبل أن نعمل بالعمل ليه نهضة الشباب وثقافتهم وصحتهم والمعيشة. مسيرة زايد حافلة بالحكمة وأعمال الخير ومفاهيم أساسها السلام والتعايش والتسامح والعطاء، فبنى دولة عصرية في قلب صحراء كانت أشبه بمعجزة، ودولتنا اليوم تقطف ثمار جهدها وعملها المتواصل. فالشيخ زايد الغائب الحاضر وإنجازاته ومبادراته الإنسانية راسخة في كل بقاع الأرض، وعطاؤه ما زال شامخا في كل زوايا الإمارات ويجني من غرسه أجيال اليوم والمستقبل، حتى أصبحت الإمارات حديث العالم ونموذجا متفردا لدولة فدية تحقق خلال 51 عاما ما حققته دول في مئات الأعوام.